السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نتعرف على أسعار الشنط والأدوات المدرسية في مكتبة جرير. شايفين الأسعار؟ ده طبعا من على موقع في الإنترنت. طبعا إن شاء الله كل يوم هنزل لكم سعر حاجة جديدة. عندي الشنط الأطفال والكبار على منطقة لحد سن تالتة ثانوي. وادي الشنط الأكثر مبيعات وقتي بعديها جوارب المية اللي هي في مصر زمزمية مية حاجة جميلة ورائعة وشيك جدا. نخش بقى على قائد المبيعات طبعا ده كان فيديو صغير بس عشان نعرف الأسعار على الناس في بداية المدارس مكتبة جرير. إن شاء الله بإذن الله رح نصوركم فيديو لايف من هناك إن شاء الله بإذن الله. تابعونا على القناة ولا تنسى لايك واشتراك وشير الفيديو. استنونا في فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.